مو لأني أريد أصير رئيس جمهورية أو رئيس وزراء. والآن ما أعلن أمامك وأمام الملأ اللي يسمعون التغيير، بس تطوعا مستعد أن أي دور أكلف به أنا مستعد أقوم به، وأنا حريص وعدي مبادرة جديدة سأقوم بها. متأسف ما أقدر أحكيها هسه بالتالي هاي المقابلة. وأنا حقيقة كل الأطراف معظمها أريد أقول إنه هي يقولوا دا يدفعوني بهذا الطريق، يطلبون مني هذا الطلب. صار اتصال مع سيد مقتدى الصدر من قبلك؟ وخلي يصير اجتماع ومؤتمر، وأنا دعيت إلى مؤتمر عقد مؤتمر من زمان، وأنا ما عندي مصلحة من آخر مو لأني أريد أصير رئيس جمهورية أو رئيس وزراء أبدا. أنا ما دخلت في الترشيح، والآن ما أعلن أمامك وأمام الملأ اللي يسمعون التغيير، أنا ما عندي نية أن أخوض في غمار المسؤولية بعد اللي شفته من مواقف مخزية من بعض الأطراف السياسية. لكن هذا لا يحملني عقد ولا يحملني مسؤولية في أن أقف حجر عثرة في طريق تقدم العراق. من هذا المنطلق أنا اقترحت على الأخوان أنه المسألة لا تدور في موضوع من يكون ومن لا يكون، يجب أن تدور في موضوع البرنامج فقط، هذا هو. واستجابوا بالتنسيقية، استجابوا لهذا الموضوع وصدروا بيان بهذا الأمر. زين يعني أنت وهسه يرجعون يتحدث بزيارة السيد فالح الفياض إليك وزيارة عادل عبد المهدي إليك وبزيارتك للسيد أيضا النوري المالكي، طلب منك أن تلعب دورا يعني في قضية حلحلة الخلاف بين الإطار والتيار، هل لديك وسائل اتصال مع السيد الصدر في هذا الموضوع؟ نعم أكو اتصالات، وأنا جاهز للعب أي دور أكلف به، مو حتى أحصل على وظيفة للعلم، بس تطوعا مستعد أن أي دور أكلف به أنا مستعد أقوم به لخدمة العراق والعراقيين ولخدمة القوى اللي تتناحر الآن على تسميات المسؤولين. وأنا أقولهم وأقولهم عبر إذاعتك الكريمة، محطتك الكريمة، نعم، أنه يا أخي احكوا بالبرنامج، ليش تحكون هذا يصير رئيس وهذا ما يصير رئيس؟ فلهذا أنا أعتقد أنه إحنا نعم أنا مكلف وأنا حريص وعدي مبادرة جديدة سأقوم بها. متأسف ما أقدر أحكيها هسه بالتالي هاي المقابلة. وعدي مبادرة جديدة للم الشمل والانطلاق نحو وضع برنامج ووضع خطة طريق وخارطة الطريق من قبل القوى السياسية تقارب البرلمان يعني يفترض بالنتيجة. ولهذا أنا يعني أسعى أن أكون مع كل الفرقاء بدون تمييز، يعني يمكن الآن تمييز وأسعى، يعني يمكن الآن ستقبل منك المبادرة لسبب، لأنه الآخرين لا يعتبرونك الآن منافسا لهم، اطمئن وأنت ما تريد منصب، ما عندك هذا الطموح، ممكن أن يسمعون منك الآن، أفكر صح أني هيك؟ والله هو هذا اللي يدفعني، وأنا حقيقة كل الأطراف معظمها أريد أقول إنه هي يقولوا دا يدفعوني بهذا الطريق، يطلبون مني هذا الطلب، معظم الأطراف يعني أطراف كثيرة طلبت مني هذا الطلب، قالوا لي أنت ما تنافس أحد في وظيفة أو في منطقة، وأنت عندك تجربة غنية وتجربة كبيرة، ولهذا أنت أسعى أن تقدم لنا مشروع عسى ولعل إنه هذا المشروع يتوفق. فأنا استجابة لهذا الأمر دا أسعى دا أتقدم بهذا الأمر، وعندي حركة مستمرة يعني بهذا الاتجاه. صار اتصال مع سيد مقتدى الصدر من الله من قبلك؟ صار أحد مع قادة أحد التيار الصدري اليوم صار اتصال. نعم اليوم صار اتصال مع أحد القيادات. طيب الآن نعم. أنت بموجب ما يطرحه السيد مقتدى الصدر في فكرة حكومة الأغلبية السياسية، أنت داعما لهذه الفكرة أنه مقتدى الصدر سيد مقتدى يشكل الحكومة حتى وإن كان لوحده؟ البعض يتحسس منها، يقول أنها تقسم البيت الشيعي وأنه الشيعة لم يعودوا أغلبية سياسية أو مكوناتية.
والله هو الشيعة انقسموا والسنة انقسموا والكراد انقسموا والتركمان انقسموا وكلها انقسمت. الآن مقسمين هم. زين. ولهذا من هذه القسمة اللي صارت المفروض أنه يجتمعون مرة أخرى للم الشمل، وهاي فرصة، فرصة يمكن فرصة ما تحصل على طول. هاي الانقسامات أيضا أضعفت كل الأطراف، ولهذا أنا طبعا سماحة السيد مقتدى انتصر، طلع فائز، أخذ مقاعد كثيرة بالبرلمان، 73 مقعد أو شيء من القبيل أي أكثر أي ما أعرف إيش قد 73. ولهذا هاي بيها حوبة، هذا بيها حوبة ال 73 74 مقعد بيها حوبة، يعني يكون يتعاملون وياه من هالمنطلق الإخوان الآخرين، وهو لازم يتعامل وياهم أيضا، مو من موقع المنتصر، هو من موقع الرائد والأب للعراق والعراقيين، هو هذا المفروض يصير. يعني أنا ما أجي أخلي فيتو على مثلا المالكي، لأن عندي موقف سابق ويا، يعني تدري اللي ضربني حاول يقتلني تنازلت عن حقي الشخصي أمام القضاة، وهذا المحامي موجود حسين الموسوي تقدر تسأل لحضرتك. أي. قلت له تروح تقدم طلب أنه أنا ما عندي حقوق شخصية أبدا، هاي سلمتني يا تركيا بوقتها. أي. فلهذا احنا لن 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 نتغالب ويا واحدنا الاخر، احنا يجب ان نتغالب مع الزمن لمصلحة العراق والعراقيين.